أنا عايز أقول لكم على حاجة. اتفضل. يمكن ساعة لما الأبطال دول استشهدوا كانت الدنيا لسه مش باينة، وكان كل الناس خايفة، وكل شوية نصحى على عمل كبير بيحصل، ودماء من دماء أبنائنا بتنزف، وأرواح بتروح عند ربنا. أنا عايز أفكركم دلوقتي إن التمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه، وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا. ربنا واحد سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات، ويبارك فيكم. فأنا بس عايز أقول لكم على حاجة، إحنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، التمن ده، التمن ده اللي دفعوه أبنائنا على مدى تقريبا 8 سنين أو 9 سنين، الحمد لله رب العالمين.